السلام عليكم البنات ومرحبا بكم الغاليات متتبعات قناة أم عثمان زيدات. كنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم وكنشكركم بزاف على التحفيز ديالكم لأم عثمان سيري راكي في الطريق. شكرا 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 لكم. كنقول لكم الحمد لله، يعني كل نهار حاجة كتزاد وكل نهار حوايج كيتنقصوا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. أنا كنشكر بزاف اللي كيشجعوني كيقولوا أم عثمان داكشي راك. شوفوا واحد التوضيح، انا راه ما درتش شي ديفي ليا البنات، باقا اختكم راه باقا يلا في الدرجه الثانيه. ان شاء الله ان شاء الله، يعني كتعطوني ما اش غنقول لكم، كتخلوني انني نزيد نجتهد اكثر ونعطي شي حاجه ارقى. هذاك الشيء البنات راه ماشي ديفيلي، هذه كندوي على بالنسبه للفئه اللي عيبات ولا شوف ام عثمان دون داك الشيء راه دون المستوى. شوفوا البنات راه ما يمكنش ام عثمان غترضي كل شيء، راه كاين واحد الناس اللي غيبغوا داكشي اللي كتقدم ام عثمان زيدات، وكاين واحد الفئه اللي ما غتبغيش داكشي ولا ما باغيانيش انا، ماشي على داكشي. عرفتي سبحان الله العظيم كنقراو كنضحك كنضحك كنقول شوف يا سبحان الله، ام عثمان دارت الطبخ ما عجبتهم، دارت الطرز ما عجبتهم، دارت الديفيلي عجبتهم. انا هكا البنات، اي حاجه كنديرها كنشاركها معكم، وانا راه ما بانش لي انني خرجت على الحياء ديالي ولا خرجت على كيف ما كتبتو. انا صورت عادي وراه ماشي انا اللي درت التصوير باش عرفوا انا راه غونطا قصيره واللي مصوره تبارك الله طويله ورقيقه. شوفوا ما عمركم هذه ماشي عليا انايا، هذه نصيحه، عمركم ما تكسروا المعنويات ديال واحد الانسان وما عالمينش نتوما، وانتوما كاملين حتى شي واحد ما عالم داك اللي كتصور الظروف اللي كدوز منها كيف دايره، وحتى وحده فيكم ما عارفه اشنو هذيك السيده عايشه. اما انا الحمد لله البنات الا ما كانت دي فيلي راه الحمد لله الحمد لله والشكر لله، ولكن راه كاين جنود خفاء اللي كتعقروهم وانتوما ما عارفينش ظروفهم، ما عارفينش اشنو كيعاني وما عارفينش كيفاش النفسيه ديالهم، وما عارفينش ان ام عثمان راه هذيك السيده جابتها غير باش تبدل الجو وباش تحس براسها، راه حتى هي بدات كتخدم وكتحس راسها. البنات الله يجازيكم بخير، ماشي عليا انا راه خدامه، يا عيرتوني يا سكرتوني، سبحان الله قلبي كبير وما كنتسوقش لداك الشيء، كنشوف غير في الخدمه ديالي، يعني ما كنشوفش. كنقولها لكم دائما والله ما عندي الوقت انني نفكر في حاجه ما هياش. راه قلت لكم واحد الايامات ملي كان الحمام محلول راس الصاك ديال الحمام كنجمعو، وكاين نهار اللي كنأجلو حتى نهار الاخر كيبقى سيمانه هو مجموع، ما عنديش الوقت والله ما عندي قد هكا ديال الوقت. هادشي علاش ما عمركم ما تجرحوا شي حد وانتم ما عارفينش ظروفه، لان انا قريت داكشي وشفتو محيتو وسيبريميتو عادي، ولكن كون قراتو ديك السيده اللي راه الاخ ديالي اللي صورت معايا البنات، اختي هذيك راه اختي هذيك راه البلانز ديال عينيا اللي صورت معايا، يعني انا كون عرفت شي حاجه ما هيش ما غنخليهاش تصور، وحاشا لله واش انني غنخليها تبان شي حاجه وهي حليوه ديال البنات. الله يحفظها ويكمل عليها، وراه هي اللي غتجيب لكم القنادر. البنات اللي شافوا القنادر في السطاتي ولا القميصات في السطاتي اللي غنخلي لكم الصور ديالهم اما في اول فيديو ولا في اخر فيديو، راه هي اللي مسكينه قلت لها شوفي باركه باركه كاين هاد القمصان، يعني الناس بغاوهم. انا السيده عرضتهم عليا قالت لي راه نصيفطهم لك، قلت لها ماشي مشكل خدم، انا ما غنقدرش نديرهم ما عنديش الوقت باش نديرهم، ديريهم. قلت لها غير حلي قناه، ما قالت لك لا ندير غير انستغرام ولا واتساب، قلت لها خدمي هدي نجيبهم لك وخدمي بهم، يعني اللهم 20 درهم 30 درهم ديال الربح ولا تبقاي تخمي. هادشي علاش الله يجازيكم بخير، عمركم ما تجرحوا شي حد باللسان ديالو وانتم ما عارفينش. دابا انت راه كتجيك سهله انك غتكتبي كومونتير وغتمشي، ولكن ما كتعرفيش العواقب ديال داك الكومونتير على واحد النفسيه ديال واحد الانسان اللي مسكين يلاه بادي اللي يلاه قال بسم الله. هادشي علاش حاولوا الا كنتي خياطه ولا لك ديري نفس الدومين ديالي، راه ماشي عيب ديري بحالي، ماشي عيب، ما عنديش مشكل والله ما عندي مشكل، وان شاء الله انا موجده لكم واحد المفاجاه زوينه ان شاء الله غتكون قريبه ان شاء الله. ماشي عيب ديري بحالي، انا راه كنعطي رشاميه كنعطي كنبارطاجي خدمتي، كنقول لكم البنات هزوا رشاميه خذوا خدمتي. العيب هو انك تبداي تديري ديك المنافسه اللي ماشي شريفه، اما كنتي غتخدمي سير الله يسهل عليك انا نعاونك. بالنسبه للقناضر البنات اللي بغوهم راه غادي يكونوا
غير حنا درنا واحد القضيه بدلنا الثوب، بغينا شي حاجه تبقى قلت لها شوفي دخلتي لهذا الميدان ديري الثوب الكاليتي مزيانه اللي ما غتحشمكش مع الناس، يعني غتبقى الكروشي هنا الوسط والطريزه في الجنب والثوب اللي غادي يتبدل. وشوف كاين بزاف د الحوايج ام عثمان ورينا الجديد، راه بزاف د الحوايج اللي كاينين جداد، خلوا كل حاجه حتى الوقت وتشوفوها. ها هما يا غادي الالوان ديالهم، هما كلهم هادو شفتوا، انا غنوريكم الحق داير هنا ها نتوما، هادو كلهم غيتخدموا كيمشيو لمدينه اخرى ما كيتخدموش في الدار البيضاء البنات. ها نتوما اللي فيه بزاف 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 الالوان. ها نتوما يعني خدم قلت ليها خدمي، قلت ليها اختي بغيتي تخدمي ولكن حشومه انكم تبقاو تقولوا بحال داك بزاف، راه ما كاينش غندور لكم هنا، راه بزاف راه غتكون كميه كثيره ديال القمصان. غير هو غيكون غير الثوب مبدل، غيكون الكريب البنات غيكون ثوب زوين، غيكون ثوب ديال العادي وغيكون الكريب اللي بغات الرخيص ها هو واللي بغات الغالي ها هو. والله يسهل على الجميع، والله يفتح بيبان الخير على الجميع. بالعكس انا نفرح نشوف الناس خدامين ونفرح نشوف العائلات مدخل، انا كاش هذا هو الدور ديال القناه. راه ان شاء الله نهار 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 ان شاء الله غيسر الله ويسهل الله غنبقى نقول لكم غير هادشي بحال كانوضي لالا نوضي تخدمي. عرفتي فاش فكرني في صلاح الدين الغماري، والله كندوي دابا وتفكر الحرقه باش كيدوي. يا ربي ترحمه، شوفي سبحان الله، شوف الله شنو بغاليه الرحمه في هذا النهار، الله يرحمه ويوسع عليه. يعني كان كيهضر بواحد الطريقه بواحد الحرقه الناس بزاف بغاو وحبوه على ديك الطريقه، وراه هكاك ان شاء الله غنبدا نهضر معكم انايا. يعني كثركم شويه شربت غنبقاش بحال هكا غنكون شايفه بعد ديما يدار قبل التليفون. انا غادي تخدمي جمعي النوضه، انا غادي تخدمي. الله يسهل عليكم كاملين البنات، وصعيبه غير البديه. نفرح نشوف ناس كيبغوني، ونفرح نشوف ناس خدموا خدمتي، ونحن نفرح نشوف ناس كلشي. عرفتي لو كانت الناس كلها ما عرفتش ما نقدرش نقول انا بوحدي هكا ولا انا، المهم انا هكا ما نكرهش نشوف كلشي لابس عليه، كلشي لابس عندي عادي، نشوف هادي طالعه ولا هادي عادي عادي سبحان الله. عطاني الله هاد القلب حنين بحال هكا، ولكن بعد الاحيان ما كيليقش، والله ما كيليق. انا بدا ملي كنتعرض لشي موقف كنقول والله ما كيليق، يعني راه شويه السنطيحه وشويه الجبهاويه وسميتو كتنفع بعض المرات، ولكن انا ام عثمان قد على هادشي الله يخلينا في سباقتنا. وبالنسبه للسيده اللي عجبتها الجلابه، عرفتي بزاف اللي عجبهم قال لي ام عثمان راه عجبنا داكشي اللي قدمتي، ولا كاين واحد الفئه راه ما يمكنش ترضي كلشي الناس، راه كاين واحد الناس ترضيهم واحد الناس ما غيعجبهمش الحال. فينا هو الجديد؟ شوفوا راه تبارك الله باش توجدي هذا الخير كامل راه ماشي ساهل. وانا راه غاديه دقه دقه البنات، غاديه بشويه عليا ما شوفوا، وكنطلب الله يا ربي والله العظيم نقولوا كامل البنات امين يا ربي، الا كان هذا الشيء اللي كندير فيه ولا هاد عرفتي راه باش تحطي حوايج في الدار والصالون عامر حوايج والله ما ساهله، كنقول يا ربي الا كان هذا الشيء اللي كندير فيه خير الله يسهل فيه، ولا ما كانش فيه الخير الله يعطيني رزيق ما شافوه عينين ما اجنوه يدين. هذه الله العظيم الا كنطلبها، والله كنطلب الله يعطيني شي حاجه مغمضه ما تبانش كاع حتى في شي بلاصه والله، لان كيف ما درتي وحله، درتي طبخ وحله، درتي الحمد لله. انا اللي كنفتخر بها وكنحمق عليها لانني اللي كنبين وجهي، راه كنعطيكم الصوره ديال وجهي، وجهي اللي كنبينو راه كنعطي صوره با، صوره امي، صوره خالي، صوره خويا، وصوت راجلي، صوت راجلي اللي راه ماشي سهل ان الانسان يبين وجهه يهضر بهذه الطريقه بحال هكا. راه انا قبل ما كنصور شي فيديو كنحط راجلي هو الاول، والكرامه ديالو والعزه ديالو والمكانه ديالو بالنسبه لي، انه دايره انا التاج فوق راسي، ما يمكنش غندير شي حاجه منحبطه لغت، لان الا درت شي حاجه خايبه غنحشم به هو الاول. والله العظيم اقسم لكم بالله يمينا البنات، اقسم لكم بالله ثلاثا، الا كنصور الا كنتخيل راجلي مقابل معايا وكيشوف فيا، ما غنبغيش راجلي وصحاب راجلي وناس اللي خدامين مع راجلي يشوفوني بشي صوره اللي ما هياش. راه كتقول لي ام عثمان هو حشوم عليك، كنصور بعد المرات شي حاجه درتها زوينه وبارطاجي معانا البنات. الا بغيت نبارطاجي الطبخ راه ماشي كنبخل ولا بغيت نضرك عليكم ما بغيتش نوريكم، راه خاصك تكوني بعقلك، تكوني بعقلك، تكوني بحال كلابسه الحوايج لابسه هادشي علاش. وانا كاين طبخ وكاين خدمه، يعني ماشي ديك اللي غنلبس بحال هكا ونبدا
نبدا نقطع بشويه بشويه عليا، يعني خاصني نسربي دغيا ونمشي نبرك في الماكينه نخدم. راه اختكم كتخدم بهاد اللي يدينا البنات، راه ما كندفعوش الخدمه نهائيا. وهاد القناضر اللي غدير اختي راه غيكون طرز ديالنا حنا، غير الكروشي اللي غيدفع في مدينه اخرى يتخدم. فهمتوني؟ كنخدم بايدي والحمد لله، كنطلب الله يا ربي تعطيني شي رزق اللي لا لا الا كنقدر نستغنى على هذا الشيء كامل ونبقى غير نعلم. بارك اختكم قانعه الحمد لله والشكر لله. بالنسبه اللي بغات تسجل مولاتها السيده اللي في برا بغات تسجلها، الا ما جاتكش انا غنعبر لك الطايات، ولا ما جاتكش شوفوا غير الخدمه كيف دايره، شوفوا غير الخدمه. ها انتم راه مخدومه باليد البنات، شوفوا ما تعيبوش انتم ما شفتوا والو. ها هي غنحيدها، وهذه راه جايين فيها لي طاي، جايين فيها لي طاي، انا غنحيدها حيت كاينه دفعه ديال البرد. صورنا لكم موديل وغيجوا فيه لي طاي، كل موديل راه غيجوا فيه لي طاي البنات، واي طاي بغيتوها راه غتجي نفس الموديل. هذه وهذه بغاتو واحد السيده، ها هما شوفوا كيف دايره الخدمه البنات. اسمعوا مع ثمانيه الغزال ما بها ما يتعال. شوفوا راه هادشي اللي كنصبر كنصب راسي، كنغني على راسي، كنشكر راسي. تبارك الله ما شاء الله، نحوس في الصالون نقول تبارك الله على ام عثمان، شكون شكر العروس. هانتوما شفتوا هادشي علاش البنات الله يعطيكم من ابوابه الواسعه. خلي شوفوا الله يرحم الوالدين، خلوا ام عثمان خدامه بهاد الكوراج وبهاد الفرحه وبهاد الشيء اللي خدامه به، باش هكا نكمل ونبدا نخدم لكم الموديلات اللي بغيتو الجديد. دابا راه باقي خدامه في القديم ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا اؤمن كل الايمان ان اللي بغاها لي الله غنوصل ليها، واللي بغاها لي في رزقي ما غياخذها ليا غيري الحمد لله. وحتى هاد الناس اللي كيكسبوا ما عارفينش كنقول لكم الله يسمح لكم، راه لو كان عرفتوا الظروف ديال السيده اللي جات صورات، انا راه بغيت نخرج اختي من ديك الدوامه ديال التفكير. راه ماشي ساهل تكون عندك مشاكل وتبقاي باكا. كنقولها لكم اي حاجه كنقولها لكم راه كنقتبسها من الواقع، كنشوفو كنعايشو. ماشي عندي مشكل راه ماشي مقبالك ودير يد ونسنى نخمم راه غتنزل من السماء، راه شي حاجه مش راه سبحان الله كلشي كينزل من السماء، لان الله اللي بغى لك الفرحه راه كينزلها لك كيصيفطها لك. ولكن باش انا نبقى باركه ونبقى نفكر المشكل نفكر فيه اليوم وفكر فيه غدا وغدا 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 وغدا، والله ما غنسالي، غنبقى تنولي خاصني طبيب نفساني. هذا الشيء علاش؟ الله اكبر يا ربي، وهذا الاذان ديال الظهر غير اللي بغى ليا الخير الله يعطيه خير في خير. هادشي ما غندعيش على شي حد دعوه خايبه، لان حشومه ندعوا على بعضياتنا. انا ام الفيني دائما كندعي بالخير، الله يعطي لكل وحده، الله يعطي لكل وحده كتشوف هاد الفيديو ديال ام عثمان زيدات كتبغيها ولا ما كتبغيهاش، الله يعطيك خير في خير من عندي. وهذا الاذان ديال الظهر اللي مرفوع، راه بغيت نجرها شويه للتجاره وانها تحرك وانها تحس براسها، ما تبقاش غير تسنى ربها غيعطيها ولا تسنى خوها غيعطيها ولا تسنى اختها غتعطيها ولا تسنى شحال غيعطيها، تكون هي معطاء لراسها تعطي باش تاخذ. فهمتوني؟ وهكا البنات اقترحت عليها هذه الفكره ديال القمصه، ما كانت شي 4 شهور كانت مرضات ما يسرش الله في الامر، ولكن دابا يا ربي سهل على اختي، ويا ربي رزقها السعادة، ويا ربي بدل أحوالها بما أحسن يا ربي، ويا ربي شنو نقول لكم، الله يفرج على كل واحد. راه حتى شي واحد ما كيعرف أشنو كيعيش الإنسان باش كيهضر. يسالي الأدب ونرجع معكم. كنتمنى وهذا الأدب المرفوع الله يسهل على كل واحدة ويسر الجميع يا ربي، واللي بغى شي حاجه الله يسهل عليه والله ييسر ليه والله يفتح ليه بيبان الخير. السيده اللي بغات تسجل ما شاء الله راه غنعبر لك عبارها، ومرحبا والف مرحبا. غنقول لكم السلام عليكم والى اللقاء ان شاء الله. جات عندي واحد الكليانه خاصني ضروري نحبس الفيديو ونقطع. الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد، وشكرا شكرا 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 للناس اللي كيبغوا ام عثمان زيدات واللي كيدعموها واللي كيشجعوها واللي كيدعوا معاها. الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.